المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الملك السماوي الذي أخفى تاج مجده وعزة ملكوته ورفع عريانا على الخشبة وفد جبلته واستجاب دعاء اللص المؤمن وأدخله معه إلى الفردوس، هب لنا أن نطبعك في أعماقنا معلقا فوق الصليب حبا لنا، فإذا طبعنا حياتنا بألامك العجيبة نستحق مجد قيامتك ونسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. ارحمنا اللهم وعددنا أيها المسيح مخلصنا، اهدنا الطريق إلى الجلجلة حتى نترسم خطاك تحت صليبنا، فيكون لنا طريق خلاص ونهج قداسة، لا نلتوي ولا نتراجع حتى نبلغ حيث بلغت، فنموت معك ونقوم معك بمجد لا ينتهي. نسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. أنت يا صليب النور، نور هل في ديجور، أنت الحب والسرور والخلاص للمعمر. سبحان من تحمل، سبحانه نلت منه النور. رب من أعلى الصليب صوتك ينادينا، والقلب الحبيب من حبه يسقينا. الماء والدم الحيا سر عجيب، قد مت لتحيينا. فخري عود العار صح بولس المختار، الصليب تاج الغار غنت بيعات الأنوار. تهليل الهاتفين المؤمنين طبق الأقطار، التمجيد والسجود للمصلوب فادينا. عريانا ممدود فوق العود يحيينا، درب عدن يهدينا
ثوب المجد والرضوان يعطينا. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعدت عن خلاصي كلمات صراخي. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، وفي الليل فلا روح لي. وأنت القدوس الجالس مدحة لشعبك، عليك توكل آباؤنا، توكلوا فنجيتهم. كل الذين يبصرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه ويهزون الرؤوس. فوض إلى الرب أمره فلينجيه وينقذه، فإنه راض عنه. لا تتباعد عني، فقد اقترب الضيق ولا معين. كالماء انسكبت وتفككت جميع عظامي، صار قلبي مثل الشمع ذاب في وسط أحشائي. يبس كالخزف ريقي، ولساني لصق بحنكي، وإلى تراب الموت تخدرني. ثقبوا يدي ورجلي، إني أعد عظامي كلها، وهم ينظرون ويتفرسون في. يقتسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. وأنت يا رب لا تتباعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي. سأبشر باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك. المجد للآب والابن والروح القدس، من الآن وإلى أبد الآبدين. لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الأمان السماوي الذي علق على الصليب، فجمع الشعوب رافعا يديه إلى الرب المتأنس الذي أشرق على مغارب الأرض بصليبه، وقبل المجد والسجود من الأقطار كافة، إلى الراعي الصالح الذي عني برعيته فأظهر جود رعايته وبذل نفسه عن خرافه فأثبت لنا فيض حنانه وخلص الشعوب كلهم بصلبه ومحى خطاياهم بذبحه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا إلى الأبد. نسجد لك ونشكرك ونعظم أزليتك يا إلهنا العلي، يا من صنعتنا على شبهك وصورتنا على مثالك. نمجد خلاصك يا محب البشر، لأنك أحييتنا بصليبك في هذا اليوم، يوم الجمعة، وأعتقتنا بموتك. لقد شئت في البدء فخلقتنا في اليوم السادس، أخذت بيديك المقدستين من تراب الأرض وجبلت الإنسان، نفخت فيه نسمة الحياة من روح فمك، فتكون إناء عجيبا كاملا حسنا ومعرفة. ولما تجاوز الوصية بجهله وازدراها، سلم إلى القضاء المبرم فالموت. ثم تنهدت إليك رحمتك أيها الحنان الرحيم، فسمرت يداك على الصليب من أجل خلاصه في اليوم السادس، يوم الجمعة المملوء أسرار. ولقي وجهك تفلى من الصالبين، وجنبك الطعن برمح
أحياء له، فحاذ الحياة والتجديد بالدم والماء الدافعين من جنبك. والآن تضرع كنيستك إليك بفم أولادها يوم الجمعة، يوم ألامك الخلاصية، وتهتف على عطر هذه الصلاة. كما أحببت في البدء وخلقت في النهاية، خلصت وأحييت، كذلك افتقد جبلتك بالرحمة بصليبك، أمن المسكونة واصرف الغضب بصليبك، أطفئ الحروب ولاش الخصومات بصليبك، استأصل الانتقام وسكن الاضطراب بصليبك، رسخ كنائسك ووطد أديرتك بصليبك، طهر كهنتك وبجل شمامستك بصليبك، أعضد الشيوخ وعفف الشبان بصليبك، رب الرضع ونشئ الأطفال بصليبك، دبر رعيتك الساجدة لك الآن، تكرم آلامك، تعانق جراحاتك، وتفتخر بصليبك. خلص شعبك وتمم لنا وعدك، افتقدنا بانبعاثك وجدد مثالنا، وألبس أجسادنا مجدك فنتألق بنورك، وأهلنا لبلوغ قيامتك المجيدة وميراث ملكوتك الأبدي، فنرفع المجد والشكر بلا انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. عظيم الأحبار الأسمى وبخور الغفران، الذي قرب نفسه على خشبتي قربانا وعطرا عن الخطأ، فيا رب أوفي أباك عنا ديوننا، وصالحنا وأباك، صد عنا كل ضربة موجعة وكل ألم جارح، ومتعنا بكل رجاء مبهج وكل عون معزي، واغفر بحنانك لجميع المؤمنين المنتقلين، فنرفع المجد معا إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين.
ربي المذبوح أسلم الروح في يد الآب فرآه وبكاه الكون إذ غاب خجلا النور غطى الدهيجور عري المظلوم من ظلماه قد أعطاه الثوب المسلوب هقد زلزل ركن الهيكل صوت الجبار يا من تاه من سواه رأس الأحبار من نبوءة أشعيا من آمن بما سمع منا ولمن أعلنت زراع الرب فإنه ينبت كفرخ أمامه وكجرثومة من أرض قاحلة لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه ولا منظر فنشتريه مزدرا ومخزول من الناس رجل أوجاع ومتمرس بالعاهات ومثل ساتر وجهه عنا مزدرا فلم نعبأ به إنه لقد أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا فحسبناه ذا برص مضروبا من الله ومزللا جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا فتأديب سلامنا عليه وبشدخه شفينا كلنا ضللنا كالغنم كل واحد مال إلى طريقه فألقى الرب عليه اسم كلنا قدم وهو خاضع ولم يفتح فاه كشاة سيقى إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذين يجزونه ولم يفتح فاه من الضيق والقضاء أخذ ومن يصف مولده إنه قد انقطع من أرض الأحياء ولأجل معصية شعبي أصابته الضربة فمنح المنافقين بقبره والأغنياء بموته لأنه لم يصنع جورا ولم يوجد في فمه مكر والرب رضي أن يسحقه بالعاهات فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة اسم يرى ذرية وتطول أيامه ومرضاة الرب تنجح على يده لأجل عناء نفسه يرى ويشبع وبعلمه يبرر الصديق عبدي كثيرين وهو يحمل آثامهم فلذلك أجعل الكثيرين نصيبا له والأعزاء غنيمته لأنه أفاض للموت نفسه وأحصي مع العصاة وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في العصاة ثانية من سفر الحكمة المنافقون يغبون أطايب الحياة كأنهم فيها خالدون فمصيرهم إلى الهلاك أما الصديقون فيعملون الخير ويتقون الله في حياتهم كأنهم إلى الله سائرون
فمصيرهم إلى الحياة، وذكرهم لا يمحى من الأرض. فما أصدق هذا الكلام يطبق على يسوع وعلى صالبيه. حينئذ يقوم الصديق بجرأة عظيمة في وجوه الذين ضايقوه وجعلوا أتعابه باطلة. فإذا رأوه يضطربون من شدة الجزع وينذهلون من خلاص لم يكونوا يظنونه، ويقولون في أنفسهم نادمين وهم ينوحون من ضيق صدورهم: هذا الذي كنا حينا نتخذه سخرة ومثلا للعار، وكنا نحن الجهال نحسب حياته جنونا وموته هوانا، فكيف أصبح معدودا في بني الله وحفظه بين القديسين؟ لقد ضللنا عن طريق الحق، ولم يضئ لنا نور البر، ولم تشرق علينا الشمس، أعيينا في سبل الإثم والهلاك، وهمنا في متاهة لا طريق فيها، ولم نعلم طريق الرب. فماذا نفعتنا الكبرياء؟ وماذا أفادنا افتخارنا بالأموال؟ قد مضى ذلك كله كالظل وكالخبر السائر، أو كالسفينة الجارية على الماء المتموج التي بعد مرورها لا تجد أثرها ولا خط حيدومها في الأمواج، أو كطائر يطير في الجو فلا يبقى دليل على مسيره، يضرب الريح الخفيفة بقوادمه ويشق الهواء بشدة سرعته وبرفرفة جناحيه يعبر، ثم لا تجد لمروره من علامة، أو كسهم يرمى إلى الهدف فيخرق به الهواء ولوقته يعود إلى حاله حتى لا يعرف ممر السام. كذلك نحن ولدنا ثم اضمحللنا ولم يكن لنا أن نبدي علامة فضيلة. سر النجاة كيف لم يعرفوك، رب الحياة كيف لم يعبدوك، أنت الحق فاملأ قلبنا، نور الحق نور دربنا، في الحياة والممات هبنا حسن الثبات. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. يا إخوتي، فإن كنا ونحن طالبون التبرير بالمسيح نوجد نحن أيضا خطأ، أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاشا، فإني إن عدت أبني ما قد هدمت أجعل نفسي متعديا، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. صلبت مع المسيح وأنا حي، لا أنا بل إنما المسيح حي فيا، وما لي من الحياة في الجسد أنا حي به في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي. لا أرفض نعمة الله، لأنه إن كان البر بالناموس فبالمسيح إذن مات باطلا. أيها الغلاطيون الأغبياء، من الذي سحركم حتى لا تطيعوا الحق؟ وقد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أعرف منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس نلتم الروح أم بسماع الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح
تتممون الآن بالجسد؟ عبثا قاسيتم كل ذلك؟ لعله ليس بعبث. والذي ينيلكم الروح ويصنع قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بسماع الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا، فاعلموا إذن أن الذين من الإيمان أولئك هم أبناء إبراهيم. والكتاب إذا سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن تتبارك بك جميع الأمم. إذن الذين من الإيمان هم المتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه كتب ملعون كل ما من لا يثبت على كل ما كتب في سفر الناموس ليعمل به. أما أنه ليس أحد يتبرر بالناموس لدى الله، فظاهر لأن البار بالإيمان يحيى. سوقيت خلا ومرا وراضيت بالصلب حرا، ضمنا بيديك واجتذبنا إليك. الرسول. إنجيل الألام والقيامة أقدم نصوص العهد الجديد، والائتلاف العميق بين نصوص الإنجيليين الأربعة يعود إلى البشارة المسيحية الأولى، لأن صورة المصلوب بقيت مطبوعة في أذهان الرسل أكثر من أي صورة أخرى ليسوع. يشدد متى على الطابع الكنسي لألام الرب. لقد أحدثت ألام يسوع هوة عميقة بين الشعب القديم الذي رفضه مسيحا وربا، والشعب الجديد أي الكنيسة التي آمنت به ربا مصلوبا حيا. ولما بلغوا إلى مكان يسمى الجلجلة الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بمرارة فذاق ولم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. ثم جلسوا هناك يحرسونه، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلبوا معه للصين، واحدا عن اليمين والآخر عن اليسار. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقد الهيكل وبانيه، في ثلاثة أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ كانوا يهزؤون به قائلين: خلص آخرين
ونفسه لم يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إنه متكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه، لأنه قال: أنا ابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين هناك فقالوا: هإنه ينادي إيليا. وللوقت أسرع واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. فقال الباقون: دع لننظر هل يأتي إيليا ينجيه. وصرخ أيضا يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور من بعد قيامته وأتوا إلى المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. وإن قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزلة وما حدث خافوا جدا وقالوا: في الحقيقة كان هذا ابن الله. أقرأ من مرقس البشير. تقليد الإنجيلي مرقس أقدم تقليد عن آلام المخلص، يشبهه إلى حد بعيد تقليد متى. أما لوقا فينفرد بأمور عديدة وكذلك يوحنا. يشدد مرقس على الطابع الغريب المذهل لآلام الرب، ولكن تصميم الله الخلاصي قد تم في شك الصليب، فهو حدث أليم قاس لا يدرك، يدعون مرقس إلى الإيمان بالسر العظيم. وأتوا به إلى موضع الجلجلة الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يأخذ. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا على ما يأخذ كل واحد منها. وكانت الساعة الثالثة وصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فتمت الكتابة القائلة: وأحصي مع الأثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة كانوا يهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها. إنه هو المسيح ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. وعند الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ألوهي ألوهي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين فقالوا: هإنه ينادي إيليا. فأسرع واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: دعوا لننظر هل يأتي إيليا ينزله. وصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل اثنين من فوق إلى أسفل، ولما رأى قائد المئة القائم مقابله أنه أسلم الروح صارخا هكذا قال: في الحقيقة كان هذا الرجل ابن الله. أقرأ من لوقا البشير. يشدد الإنجيلي لوقا على الطابع الخلقي لآلام الرب يسوع.
يتأملها المسيحي المؤمن فيرى في يسوع بطل المتألمين فيتخذه مثالا وقدوة. يظهر لوقا براءة يسوع الكاملة وصبره واحتماله العجيب وهو في علاقة حميمة دائمة ومباشرة بأبيه. ليس يسوع إنسانا عاديا بل هو ابن الله، يرفعنا بألامه إلى الآب. يتفرد لوقا بذكر مغفرة يسوع لصليبيه وقبول توبة اللص وصلاة يسوع الأخيرة، بها يستودع روحه في يدي أبيه السماوي. ولما بلغوا إلى المكان المسمى الجمجمة صلبوه هناك، هو والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء يسخرون منه معهم قائلين: فقد خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح الله المختار. وكان الجند أيضا يهزؤون به مقبلين إليه ومقدمين له خلا وقائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية واللاتينية والعبرانية: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المصلوبين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أما تخشى الله وأنت مشترك في هذا القصاص؟ أما نحن فبعدل، لأن نلنا ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يصنع شيئا من السوء. ثم قال ليسوع: يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فحدثت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بأعلى صوته وبصوت عظيم قائلا: يا أبتي في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا: في الحقيقة كان هذا الرجل صديقا. أقرأ من يوحنا الرسول والتلميذ الطاهر. يشدد الإنجيلي يوحنا على الطابع الملكي لآلام الرب يسوع، إنه الملك الحقيقي الأوحد، ولكن ملكه ليس من هذا العالم. ويتفرد يوحنا بذكر القميص المنسوج كله نسجا واحدا لم يشق، ووجود العذراء والتلميذ الحبيب على أقدام الصليب. قصة الآلام قصة تاريخية جوهرية لإيماننا المسيحي، مثل قصة القيامة عينها، لأنه لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطلا. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع المسمى الجمجمة، بالعبرية يسمى الجلجلة، حيث صلبوه وآخرين معه، من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط.
وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا فيه: يسوع الناصري ملك اليهود. وهذا العنوان قرأه كثير من اليهود، لأن الموضع الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء الكهنة لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إنه هو قال: أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت فقد كتبت. وإن الجند لما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها 4 أقسام، لكل جندي قسم، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص غير مخيط منسوجا كله من فوق. فقالوا فيما بينهم: لا نشقه، ولكن لنقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب الذي قال: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباس اقترعوا. هذا ما فعله الجند. وكان واقفا عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبا، ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد تم، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد تم، وأمال رأسه وأسلم الروح. رح بلش بأول فكرة أخوتي، اللي هي الكلمة اللي ختمنا فيها الإنجيل، بيقول قد تم. نعم أخوتي، قد تم الفداء. أعظم مكسب للبشرية إله السماء والأرض معلق على الصليب، صليب العار، تيفدينا وليدفع هو عنا فتورة معاصينا، ضعفنا وخطايانا. شو حلو! مين عم يقدر يعمل هيك اليوم؟ ما حدا بيقدر يعمل مثله. من هيك لازم نقتدي فيه، لازم نلحقه. الفكرة التانية اخوتي، بيقول انا عطشان على الصليب. إله الكون عطشان، ما حدا تلاقى يعطيه مي. نعم يا رب، شعبك اليوم بالعالم كله عطشان. أكثر من 75,000 عيلة عطشانة بالعالم، لعطفك ولعزائك بعد ما فقدوا كل واحد منا، فقد شخص غالي عليه، إن كان بالمرض، إن كان بالكورونا، مرض الكورونا الحالي هلأ. نعم يا رب، ملايين بتتألم بالعالم من جراء الأمراض المتعددة، وبالأخص مرض الكورونا والسرطان وغيرها من الأمراض. كلن يا رب عم بنادوك: أنا عطشان من على فراش أوجاعي. عم بيقولولك نحنا
حاملين صليب وصليب الألم. الفكرة التالتة إخوتي، لما الجند قالوا لنقترع عليه على تيابه، لنقترع على تيابه، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. هيدي الفكرة التالتة اللي رح نحكي فيها هلأ. نعم يا يسوع، من الوضع الاقتصادي الصعب يلي عم نمرق فيه والناس خايفة وقلقة على وظائفها يلي عم تفقد كل مؤسساتها يلي عم بتسكر ويلي ما بتقدر تسحب ودائعها من المصارف، وهيدا جنى عمره يلي مهدد بزوال من جراء السياسات الجلادة، سياسات الجلدين والصالبين الشعوب من الحكام يلي ما عندهم ضمير ويلي سرقوا أموال شعبهم وما زالوا عم بفقرونا بهالسياسات، وأكثر من هيك بيقتسموا جنى عمرنا وتعبنا بينهم مثل ما عملوا الجند على كعب صليب صليبك يا رب، وهن عم يتفرجوا عليك عم بتموت. هيك عم يتفرجوا على شعوبهم اللي عم تتألم وعم بتفقر، تصير فقيرة وعم بتموت من الجوع بدون ما يحركوا ساكن، ومن عمق ألامنا يا رب منشوف الرجاء، من عمق ألامنا يا رب منشوف الأمل. لما قلت له للتلميذ وقلت لمريم يا مريم هيدا ابنك، وقلت للتلميذ هذه أمك، شوفوا شو حلوة هالهدية اللي عطانا إياها يسوع اللي مكان على الصليب. أغلى هدية أعطيتنا إياها هي أمك يا رب، هي أمك يلي هي مواكبتنا بمحنة، مواكبتنا بنور توبة منورة علينا تتحمينا من هالحروب، من هالظلم، من هالكوارث، من هالأمراض. نحن من عمق ألمنا يا رب، من عمق الظلم، لما منشوف رب الحياة يلي هو مكسر الخبز ومعطي الجياع، هو عم يتألم على الصليب ويطالب بنقطة مي ويقول أنا عطشان، يلي قام الموتى من القبور مثل أليعازر، مثل بنت قائد المئة، وهو بيموت على الصليب. لما منشوف رجل الغفران الذي قال للمقعد والمخلع مغفورة لك خطاياك، يعاقب بالموت على خشبة، وعلى خشبة كانوا يسموها خشبة العار، هاو كانوا المجرمين يصلبوه من زمان، المجرم المرأة كانوا يرجموها والرجال كانوا يصلبوه، هيدا مجرم
يا رب من عمق هالألام وهالمنظر يلي بيجرح قلوب لا يمكننا أن نرى إلا رجاء القيامة، إلا فرح القيامة، مثل ما قال مار بولوس: لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطلا. نعم، نحن اليوم عم نحتفل بآلام المسيح، بآلامك يا يسوع، وعم نشوفك مصلوب على الصليب، وأعيننا جافرة أمام نور القيامة المنبعث من بعد يومين من القبر. وهيك نحن منطمح إلى قيامة مثل ما أنت قمت يا رب، لأنه نحن شعبك، لأنه نحن شعب الله. أنت بتعرف أنه نحن منحبه لالله، بيك السماوي، أنت جيت تتبشر فيه، وصلبوك وقتلوك وعطيوك على الصليب مر خل وتقاسموا تيابك. بكلمتين بختم، أول وحدة الأمل، تاني وحدة الرجاء. منقول بالرغم من عذاباتنا وأوجاعنا وهمومنا ومشاكلنا ومخاوفنا، بالرغم من أمراضنا النفسية وأمراضنا الجسدية، بالرغم من ضعفنا البشري ومن كثرة مشاكلنا، وشو كتير بالعالم يا رب، اليوم ما فينا إلا نصلي للرب يلي فدانا على الصليب، لأنه انصلب كرمالنا تنحنا نقوم معه من الموت. أخوتي اليوم ألام، والأحد القيامة، تعوا أنا وياكم نحط كل خطايانا تحت إجران صليبك يا يسوع، ونقل له اغفر لنا يا يسوع كل خطايانا، اغفر لنا كل شي منعمله مع خينا الإنسان، ومنوعدك يا يسوع كل قرش منجيبه منقسمه بيننا وبين جارنا، كل أكل منجيبه منقسمه بيننا وبين جارنا، ما رح نزعل حدا، رح منخدم مش نخدم مثل ما قلت أنت، ورح منكون تلميذ حقيقيين، وننشر المحبة بكل أقطار المعمورة تيروح الحقد وتيروح الشر وتيروح الأمراض، وخصوصي مرض الكورونا يلي اجتاح مليون وشوي من العالم، ويلي صاروا أكثر من 80,000 ميتين. نطلب منك إنه مثل ما فديتنا انصلبت وقمت، نحن يا يسوع رح نفديك ورح نفدي جارنا وخينا وكل إنسان على الأرض، تنحنا نوصال للقيامة، قيامة المجد معك، تا
في الفردوس مثل ما قلت له للص الأيمن، أنت ستكون معي في الفردوس، نحن منطمح إنه نكون معك بالفردوس لقيامة أبدية. أمين. Thank you.
جزائي ترى من هو المدعي وما وجوب قضائي أما تذكرون الجميع تشفط الموية قم يا أيها العود أنبئ نفسك كيف أنت معبود في الأرض دورا عزي جاهي أن كنت المذبح لابن الله عن كون يذبح فاض الدم والماء منه فالرعب والأرجاء تدلو الشكرانا تباركت أيها الصليب المقدس خشبة الحياة هادم الضلال وواهب العالم الخلاص أنت راية الظفر في المعركة بك صنعت الآيات العجيبة إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح بك ترتفع الكنيسة وينصان أبناؤها بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا بك تمحى زلاتنا ويزيد بردنا بك يدرك المؤمنون الكمال بك يتسلح الأحياء بك يستريح الراقدون بك نستظل في اليوم الآخر ومعك نسير إلى منزل الحياة ونرفع لمجدا إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك وإلى أبيك وروحك الحي القدوس إلى الأمام. آمين. عيشة الروح عيشة 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 عيشة
الشر قالوا هو قد الشر حال الأمم قد الشر قلوا I am on a mission.